اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده مكملين في يونت 7 لسنه رابعه، وهنخش النهارده في ليسن 2 جرانبا اند هيز بوكس اوف ميموريز. هنقرا مع بعض ستوري صغننه، وكمان هنشوف مع بعض جرامر مهم جدا، فخليكم تابعين معانا. هناخد الاول كده الكلمات الجديده في الستوري في القصه. اولا كلمه ديج يعني يحفر، تراك يعني شاحنه، ستريت يعني شارع، metal يعني حاجة معدنية، game يعني لعبة، memories اللي عندنا في عنوان الدرس معناها ذكريات، wonder يعني يتساءل، curious يعني شخص فضولي، pull out يعني تخرج حاجة، كأنها حاجة مثلا محطوطة مدفونة في الأرض وانت بتخرجها، visitor يعني زائر، شخص بيزور شيء او بيزور مكان، بيزورك كده يعني. road يعني طريق، ground معناها الارض اللي هي الارض دي، inside يعني بالداخل، cross معناها يعدي يعبر، bury معناها يدفن، حاجه بتدفنها في الارض، on his face يعني على وجهه، grow up معناها يكبر ينمو، no letter k هنا silent مش بيتنطق، no معناها يعرف، on the street يعني في الشارع، on your way home يعني في طريقك وانت رايح البيت، فزي انتوا شايفين on مكملة معانا النهاردة. واخر حاجة do homework يعني يعمل الواجب. تعالوا بقى نقرأ الستوري مع بعض وبعدين ناخد الجرامر بتاعنا. ستوري بتقول لنا grandpa and his box of memories، جدي و box of memories وصندوق ذكرياته. بيقول لنا القصة بتبدأ ب grandpa بيقول look this was my street، بص ده كان الشارع بتاعي. grandpa was very excited، كان يعني متحمس جدا وهو بيحكي، واضح كده انه بيحكي لحفيده. we were in the village where we grew up، it's near the colony of mammon، يعني كنا انا وجدي في الفيليج القرية اللي grow up يعني اللي كبر فيها وهو صغير، كان كبر فيها، it's near the colony of mammon يعني القرية دي قريبة من تمثال اسمه تمثال ممنون. تمام؟ طيب it was very quiet when I lived here said grandpa، يعني المكان هنا كان هادي جدا ايام ما كنت عايش هنا وانا صغير. now there are lots of visitors from all over the world، اما دلوقتي ففي سياح وزوار كتير بيجوا يشوفوا المكان ده من جميع انحاء العالم. that's where my friend lived، وبعدين شاور له كده على مكان وقال له that's where my friend lived، والمكان ده اللي كان عايش فيه صاحبي. we played football in this street، كنا بنلعب مع بعض كورة في الشارع ده. there were no cars then، ما كانش فيه ساعتها عربيات اصلا بتمشي في الشارع هنا. وبعدين بيقول لنا ان grandpa looked left and right، وبعدين بابا جده بص يمين وشمال and crossed the road، طبعا احنا قبل ما بنعدي الطريق لازم نبص يمين وشمال عشان العربيات. the road had lots of trucks and cars، وفي الوقت اللي احنا موجودين فيه ده الطريق خلاص بقى مليان بالعربيات ومليان بعربيات النقل والعربيات العادية والموتوسيكلات والحاجات دي كلها. بعد كده بعد ما جده عدى الناحية التانية شاور له كده على حاجة وبيقول له and this اما ده بقى is where I lived، هو ده البيت اللي انا عشت فيه. we looked at the space، بصينا كده على المساحة والمكان اللي جده كان بيشاور عليها. there was no house، خلاص ما كانش فيه بيت، واضح المكان كان فاضي والبيت اتهد. there was only grass and one big tree، كان بس موجود في المكان المساحة دي عشب كده على الارض وكان فيه شجرة واحدة بس كده هي اللي موجودة. فبعدين جده بيقول I wonder، انا بتساءل، it was so many years ago، الموضوع ده حصل من سنين، مش عارفين كده هو بيتكلم عن ايه، بيقول له كده انا يعني تفتكر الحاجات دي كانت من زمان قوي. تعالوا نشوف كده هو بيتكلم عن ايه. grandpa walked to the tree، مشى كده وراح عند الشجره. he looked at the ground، وبص على الارض اللي حوالين الشجره. then he started digging، وبعد كده بدا يحفر في الارض اللي تحت الشجره. he pulled out an old metal box، وخرج من تحت الشجرة صندوق كده قديم معدني. he had a big smile on his face، وكان مبتسم وفرحان جدا لما لقى الصندوق ده. فقال له look، بص، he was very excited، كان متحمس جدا. we were 8 years old when we buried this،
كنت أنا وصحابي عندنا 8 سنين أيام ما دفننا الصندوق ده. Let's sit down and look inside the box. تعال اقعد جنبي ونبص كده ايه اللي موجود في الصندوق ده. فقال له yes please. I said أنا أيوة يلا بينا. I'm very curious. أنا فضولي جدا. أنا عايز أعرف ايه اللي جواه. بس هي كده الستوري خلصت على كده. تعالوا بقى ناخد مع بعض الجرامر ونكمل مع بعض الحصة. يلا بينا. دلوقتي مكملين مع أهم جزء في الدرس وهو past simple tense، زمن الماضي البسيط. طبعا في الإنجليش عندنا 3 أزمنة رئيسية، المضارع اللي هو بنسميه present وده الحاجة اللي بتحصل دلوقتي، والمستقبل اللي هو بنسميه future يعني حاجة لسه هتحصل قدام. أما بقى الماضي وهو اسمه past يعني حاجة حصلت وانتهت في الماضي وملهاش أي علاقة بدلوقتي، أنا بس مجرد أن أنا بحكي لك عن حاجة عملتها من شوية من سنة من سنين، المهم أن هي حاجة خلصت وانتهت وخلاص. طيب أنا عشان أكون جملة في الماضي البسيط محتاج أعرف 3 حاجات، محتاج أعرف إزاي أكون جملة، وبعدين إزاي أنفي الجملة دي، وكمان عايز أعرف إزاي أعمل سؤال أسألك أنت عملت كذا، رحت كذا، كلت كذا، أسألك أسئلة حاجات عملتها في الماضي. أول حاجة هنبدأ بالجملة sentence. أي جملة في الإنجليزي بتتكون من حاجتين، من subject يعني فاعل يعني الشخص اللي بيعمل الحاجة أو الشخص اللي أنت بتتكلم عنه، أو ممكن شيء عادي نتكلم عن قطتك عادي يعني. وتاني حاجة بعد subject اللي هو الفاعل هتتكلم عن الverb الفعل، الشخص اللي أنت بتتكلم عنه ده بيعمل إيه. وطبعا بما اننا النهاردة بنتكلم عن الماضي يبقى هنتكلم عن الشخص ده عمل ايه وخلص خلاص الحاجة اللي عملها. طيب علشان اعرفك ان الشخص ده عمل حاجة وخلصها وانتهت لازم الفيرب الفعل شكله يتغير شوية، يعني ما ينفعش اقولك مثلا بالعربي انا باكل وافهم من الجملة دي ان انت خلاص كلت وخلصت، لا لازم اغير شكل الفعل، لازم اقول انا اكلت عشان تفهم ان ده ماضي. نفس الكلام في الانجليش لازم اغير شكل الفيرب شوية علشان تعرف ان هو ماضي. طب شكله هيتغير ازاي؟ شكله هيتغير بطريقتين، يا اما هتضيف على الفيرب زي ما هو هتضيف عليه اي دي او اي دي في اخره، زي مثلا لما تقول play يعني يلعب، عايز تقول لعبت حط اخرها اي دي بس كده بقى الفعل ماضي. I played yesterday لعبت امبارح. طيب بس مش كل الافعال بينطبق عليها القاعدة دي، مش كل الافعال ينفع اضيف عليها اي دي. في افعال بسميها الريجولر، الريجولر يعني افعال ما بينطبقش عليها القاعدة، بغيرها شوية علشان خاطر افهمك ان هي ماضي، زي مثلا الفيرب ده زي ما جده كده ما قال في القصة I grew up here. I grew up يعني انا كبرت هنا وتربيت هنا، فgrew up دي فعل ماضي بس زي ما انتوا شايفين مش عليه اي دي لانه الريجولر شكله بيتغير شويه، الاصل بتاعه هو grow up بليتر او، فكل اللي اتغير فيه ان انا غيرت او خليتها اي بقت grow، هو ده المقصود بالريجولر verb. تمام، ودول طبعا لسته بتتحفظ زي ما هي. اوكي طيب زي ما انتوا شايفين كده عندي مثالين، this is where I lived ده المكان اللي انا عشت فيه، الفيرب هو عليه اي دي، او I grew up here كبرت هنا، فالفيرب هنا الريجولر شكله اتغير شويه. طب لو انا عايز انفي الجمله، عايز اقول لك ان انا مثلا ما عملتش الواجب، ما خلصتش الغدا، في حاجه ما عملتهاش، هعمل ايه بقى؟ هجيب didn't didn't وهرجع بعدها الفيرب infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني هشيل لو عليه اي دي او اي دي هشيلها هرجعها تاني play، ولو الفيرب الريجولر هرجعه لاصله تاني. ليه؟ لان اصلا didn't دي كلمة ماضي، فمش هينفع اجيب اتنين ماضي ورا بعض، ما ينفعش اقول didn't played، ما ينفعش، هي واحدة بس ماضي كفاية في الجملة. ف didn't بعدها لو سمحتوا اختاروا الverb infinitive يعني رجعوا الverb الاصله تاني. شايفين انا قلت ايه؟ I didn't grow up، رجعت تاني الverb الاصله. تمام؟ طيب لو عايز اعمل سؤال، عايز اسألك في حاجة عملتها، عملت الواجب بتاعك، فهقول لك ايه؟ هبدأ سؤالي did واكمل السؤال did he grow up here، هو كبر هنا وتربى هنا، زي ما انتم ملاحظين برضو ان الverb infinitive برضو الفعل في المصدر تاني، ان طول ما did موجودة سواء did سواء didn't الفعل لازم يبقى infinitive، لازم يرجع لأصله.
انا جايب لكم هنا مثالين مشهورين قوي على irregular verbs، على الافعال اللي شكلها بيتغير خالص في الماضي. من اشهر الافعال دي هو الفيرب ام والفيرب از. الماضي بتاعهم هما الاثنين اسمه was. يعني بدل ما تقول مثلا I am hungry، انا جعان، بعد مثلا ساعة انت اتغديت خلاص، فماما تسألك انت جعان، تقول لها لا انا خلاص اكلت، يبقى I was hungry، انا كنت جعان بس انا خلاص اكلت. فهنا am الماضي بتاعها was، ونفس الكلام is برضو الماضي بتاعها was. بالنسبة ل are الماضي بتاعها اسمه were، we were happy، كنا فرحانين، كنا سعداء واحنا صغيرين. تمام؟ وما تنسوش ان النفي بتاع was و were مش هنستخدم didn't زي ما احنا ما قلنا من شوية. لا معلش، was و were بس في الماضي، النفي بتاعهم wasn't و weren't. باقي الافعال استخدموا didn't عادي خالص، هي was و were فقط اللي النفي بتاعها wasn't و weren't. اخر حاجة لازم تعرفها عن زمن الماضي هي كلمات، شوية كلمات لما بشوفها بفهم على طول ان ده ماضي، ولازم اختار لو عندي سؤال شوز اختار، لازم اختار كلمة الماضي. ايه بقى الكلمات دي؟ كلمات زي yesterday يعني امبارح، فاكيد yesterday امبارح يبقى لازم اختار الفعل الماضي. كلمة زي ago، ago يعني منذ، يعني مثلا عملت الواجب من ساعتين، فمن دي معناها ago. كمان كلمة last زي last week، last month، الشهر اللي فات، الاسبوع اللي فات، السنة اللي فاتت، فده برضو ماضي. لما تشوف كلمة last اختار برضو الفعل عليه ايدي او الفعل الريجولر. واخر كلمة هي in وبعدها سنة، مثلا انا اتولدت سنة 1900 وكذا، فان وبعدها سنة دي برضو ماضي. تمام؟ فهو جدا ده زمن الماضي البسيط بكل حاجة فيه. و I hope you have enjoyed. انا ميس اسراء عماد ودي قناة بديل الدرس. باي.